في موكب جنائزي مهيب شيع الآلاف جثمان الشيخ الفقيد صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر إلى مقبرة الشيخ عبد الله بمنطقة حدى جنوب العاصمة صنعاء، وتوافد آلاف اليمنيين من مختلف المحافظات للمشاركة في تشييع جثمان الشيخ الأحمر، وتقدم المشيعين الشيخ حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر وجمع من أبناء قبيلة حاشد والمشايخ القبليين. وكان جثمان الفقيد الأحمر قد وصل صباح اليوم إلى صنعاء قادما من العاصمة الأردنية عمان، ومن المقرر أن يتم استقبال العزاء في منزله الكائن في حي الحصبة في العاصمة صنعاء. الله أكبر.